يوماً بعد آخر تتضح صورة المشهد السياسي المتناسق جداً بين رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي، اللذان يحثان الخطى للعبور بالعراق إلى ضفة آمنة وسط أمواج سياسية متلاطمة في الشرق الأوسط. المراقبون يقولون إن الرجلين يعتمدان على تاريخ طويل من الصداقة والزمالة اللتان خلقتا انسجاماً سياسياً بينهما رغم انحدارهما من بيئات عراقية مختلفة، ولكن ما يجمعهما هو الرغبة بتجنيب العراق مخاطر الفوضى المحدقة به، ولذلك يتحركان سياسيا لتنسيق الجهود وتوجيه الدفة نحو الاستقرار. صالح والكاظمي متفقان على إجراء انتخابات نيابية مبكرة في العام القادم، وملتزمان بما وعدا به الشارع المنتفض رغم المعوقات التي بدأت تلوح لهما. على سبيل المثال وليس الحصر، موعد الانتخابات الذي كان ولا يزال مختلفا عليه، والاختلافات تبدأ بقرب الموعد وعدم استطاعة المفوضية تأمين اللوازم لها، ولا تنتهي بأن اليوم المحدد يصادف يوم أحد وهو يوم قداس المسيحيين في الكنيسة، ناهيك عن الخلافات السياسية التي بدأت تتصاعد بين كتل سياسية مختلفة يبدو أنها قد بوغتت بهذا الموعد المفاجئ والقريب جدا والذي لم يكن بحسبانها، إذ كانت تروج بأن الكاظمي سيتشبث بالسلطة ولن يجري الانتخابات كما وعد. فنجح رئيس الوزراء بإحراج تلك الأحزاب أمام جماهيرها المنتظرة لردة الفعل، فتحاول الآن خلق المعرقلات التي من شأنها أن تلغي إجراء الانتخابات أصلا. رئيس الجمهورية هو الآخر لا يترك مناسبة إلا ويذكر بأن الانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي لا يمكن الحياد عنه، ويجب على الحكومة تنفيذه وبسرعة، وهو ما يفسر خلق جبهة سياسية عريضة ومدعومة من الشارع المنتفض لاستكمال الاستعدادات اللوجستية والقانونية والإدارية لإجراء الانتخابات. وعلى رأس تلك الاستعدادات الضرورية هو القانون الجديد لانتخابات العراق، والذي ينتظر التصويت عليه من برلمان لا يبدو راغبا كليا بالاستعجال. وحتى تتضح صورة المشهد الانتخابي أكثر مما هي عليه الآن، يستمر كل من صالح والكاظمي بالجهود الرامية لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق.